انا اسمي احمد منافي، استاذ حالات حركه في القصر الليلي. ايه رايك حضرتك في كارديو اليكس السنه دي؟ كارديو اليكس صراحه من نجاح لنجاح مستمر، يعني انا بحب فعلا اوجه شكري لكل اللجنه المنظمه برئاسه الدكتور محمد صبحي، لان هم فعلا يعني خلوا كارديو اليكس مش المؤتمر الصيفي للجمعيه، ولكنه من اهم واكبر المؤتمرات بتعمل للقلب في مصر. يعني ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن ازاي السيدات يقدروا يبريفنت الهارت ديزيز؟ مش معنى السيدات واللي مش الرجاله، عايزه تخلصي يعني على الرجاله يعني. لا بس يعني والله هو ممكن تبقى الكلام اللي احنا نتكلمه على السيدات ده هو جميعا سيدات ورجاله، لان الكلام ينطبق، بل بالعكس يمكن السيدات اقل عرضه للاصابه بمرض القلب عن الرجاله بنتيجه الهرمونات بتاعتهم اللي ربنا خلقهم بيهم، هم اقل عرضه، ولكن الكلام اللي اتقال يطبق على بوث الراجل والست. ففي اسباب بنقولها او يعني حاجات نقدر نمنعها طبيعيه، وفي حاجات مرضيه لازم نسيطر عليها. يعني مثلا لو واحده عنده سكر او واحده عندها سكر لازم يبقى مظبوط كويس جدا. السكر ده من اكتر المشاكل اللي ممكن تسبب لامراض الشرايين عامه، سواء قلب او غيره، امراض رجلين، شرايين في العين، وات ايفر، كلى، اي حاجه. لو في كوليسترول عالي لازم يتظبط. لو في عندي اي ضغط او حاجه لازم ابقى باخد دواء ليه، ابقى ظابط الضغط بنسبه معينه جدا. ويعني هتستغربي لو عرفتي ان يعني نسبه كبيره جدا من مرضى الضغط اللي بياخدوا دواء ضغطهم ما بيوصلش للتارجت اللي احنا عايزينه، للجولز اللي هي الجمعيات الاوروبيه والامريكيه قالت نوصل لها، ممكن يبقى اكتر من نص او اكتر، مش عايز اقول الرقم يخض، يعني ان العيانين دول اللي بياخدوا الادويه بياخدوا دواء مش ما بياخدش، ما وصلش للايه، للجول اللي احنا عايزينه. فده لو مريض بالامراض دي فلازم يظبط. في حاجات تانية وقائيه لوحدها، يعني طبعا لو بيشرب سجاير يبطل، مش هنتكلم في السجاير، الموضوع ده قتل بحثا خلاص، ما فيش حد يجي يقول لي السجاير مضره ولا مش مضره، لكن مثلا ياخد باله من الرياضه اتس فيري 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 امبورتنت لو واحد مواظب عليها، وكل سن اللي رياضته، واضعف الايمان يمشي، واحنا بنشجع استمراريه الرياضه اكتر من قوه الرياضه. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثال، لو واحد يقدر يمشي في التراك لمده ساعه احسن ما يجري سبرنت لمده ربع ساعه، دي تدي له مور بروتكشن. الابتعاد عن العصبيه والمشاكل دي بعتبر ان هو كلام نظري اكتر منه عملي، لان مش عايز اتعصب، بس في طبيعه حياه وطبيعه مشاكل في البلد كلها ما بنقدرش ان احنا نفلت منها، لكن طبعا ده من ضمن الاسباب، وهي بتبقى غالبا طبيعه شخصيه. يعني عندنا حاجه اسمها تايب اي بيرسوناليتي او تايب بي بيرسوناليتي، في ناس لو عنده مشكله قد كده مش هيعرف ينام غير لما يحلها، وفي واحد لو اتهدد الدنيا جنبه مش هيبص. فالحاجات دي هي اللي بتساعد اكتر على الاصابه بالامراض الشرايين عامه، وتجنبها بيبقى بحد كبير بيقلل من نسبه الاصابه بالمرض. ولكن في الاخر هي كلها نسب احصائيه. يعني ايه نسب احصائيه؟ يعني هل تضمني لي ان انا لو بطلت سجاير ولعبت رياضه وما عنديش سكر ولا ضغط ولا اي حاجه مش هيجي لي حاجه في القلب؟ وبتلاقي من عند ربنا في الاول وفي الاخر، ولكن نسب احصائيه اكيده ان اللي عنده الحاجات دي عنده نسبه اعلى ان هو يصاب بهذا المرض. كان عندي سؤال لحضرتك، هو الناس اللي عندها مرض السكر ازاي ايه الدور اللي السكر بيلعبه في امراض القلب؟ السكر من اخطر المشاكل اللي ممكن تواجه اي مريض، خاصه لو جاله وهو صغير. يعني عندنا نوعين من السكر، في تايب 1 وتايب 2، اللي بيجي وهو صغير ده بيبقى اخطر كمان، بيجي طبعا تايب 2 ده برضه لازال خطر. فهو ما فيش حاجه تضر بيعمل ان هو يظبط سكر، اضعف لازم يبقى مظبوط الى حد كبير بشكل فيه متابعه دوريه. ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن الستنتنج او الباي باس سيرجري؟ الستنتنج او الباي باس سيرجري تركيب دعامات او اجراء عمليه قلب مفتوح لتوصيل الشرايين، ده نوعين من العلاج لمرضى عندهم انسداد في شرايين القلب. انسداد في شرايين القلب يعني الدم مش عارف يوصل للعضله نتيجه ضيق في الشريان. فالضيق في الشريان دوت ممكن يتحل بان انا بوسعه وبركب دعامه، او ان الدعامات ما تنفعش لهذا المريض فمضطر يعمل قلب مفتوح. طبعا اي حد هتقول له تعمل عمليه بفتح ولا بمنظار هيقول لك منظار،
يعني الدعامات ادت حل اسهل بكتير للمريض مش للدكتور، اسهل بكتير في الريكفري بيريود بتاعتها. يعني ساعات بيبقى في عمليات دعامات، يعني ساعات المريض يفهم ان الدعامه دي اقل خطوره من العمليه. الى حد كبير الكلام ده مظبوط، لكن في حالات معينه ممكن تبقى الدعامه فيها خطر كبير بالنسبه بتاعتها. يعني احنا بنسمي فيها حاجات هاي ريسك بي سي اي، يعني واحد بيعمل عمليه دعامات خطيره، او الريسك الطبيعي في عمليه القلب المفتوح. يعني اي عمليه فيها نسبه خطوره سواء لوز او لحد الاوبن هارت عندي نسبه خطوره معينه. ساعات بتبقى في تركيب الدعامات نسبه خطوره اعلى للشكل التشريحي للشريان او لكالسيوم او لواتيفر، فبتبقى فيها خطوره. ولكن لو ربنا سهل ودي قامت بخير، ودي قامت بخير، الريكفري بيريد بتاعت العيان تبقى اسهل بكتير طبعا بعد القسطره. هي شكه بعد يوم خلاص يقدر يتحرك ويبقى املت. بعد الجراحه بتبقى ليتل بيت اصعب شويه، لان الاسترناتومي اللي هي الفتحه بتاعت الصدر دي بتؤلم العيان، لكن في احيانا لا بديل عنها، الدعامات مش هتفيد المريض. فهو الاول في اي مرحله احنا بنعمل قسطره تشخيصيه للعيان، بنقيم الحاله وبنشوف انه حل افيد له، هل هو الدعامات ولا هل هي جراحه او العلاج الطبي. العلاج الطبي بس ده حاجه مهمه جدا جدا جدا، وفي دراسات كثيره يمكن مش كلها كبيره لكن اثبتت ان العلاج الطبي المظبوط الاوبتيمال ميديكال ثيرابي قد يوازي لنفس القصه بتاعه تركيب الدعامه. طب حضرتك تقدر تقول لنا ايه على اللايف اكسبكتنسي بعدهم؟ العمر بتاع ربنا دي نمره واحد. لكن انا دايما بقول جمله، انا لما باجي بعالج انا ما بطولش عمر، عمره مكتوب، لكن انا بطول طول ما هو عايش يبقى عايش بحاله جيده. ده هدفنا كاطباء، العمر مش بتاعي احنا، ممكن انا وانت دلوقتي ما نعرفش نخرج، لكن طول ما هو المريض بتاعي ده عايش لازم يبقى عايش عيشه كريمه، ما يبقاش تعبان، ما يبقاش بينهج، ما يبقاش لما يتحرك بيجي له الم في صدره، دي وظيفتي. لكن فور شور طبعا دي بتحسن الموربيديتي، فور شور المورتاليتي طبعا ان شاء الله برضه تتحسن، لكن في الاخر العمل بتاعت ربنا. هما بيستعدوا للقسطره؟ لا، هو البيشنت ليه تحضير بدواء بشكل معين لما بيبقى جاي يعمل قسطره. وعندي نوعين، عيان جه امرجنسي، يعني واحد لا قدر الله جات له جلطه حاده في القلب فدخل الرعايه فبيعمل قسطره على طول، ده بيبقى ليه تحضير دوائي معين. عن واحد جالي العياده بيشتكي وبتكشف الفحوصات اثبتنا ان هو عنده قصور فبعته يعمل قسطره، ده بيبقى ليه تحضير تاني بنوع ادويه تانية، وعلى حسب هنعملها من ايده ولا من رجله، في الاغلب لازم بيشتغل من الايد. فدي تحضيرات يعني ما هياش صعبه، حاجات بسيطه خالص، وعلى حسب نوعيه العيان اللي هيعملها ايه جاي بريزنتنج بيه. بس كده اللي بتحضر كده اكتر. الف شكر.